something strategic. بال restorative dentistry لذلك احنا راح ناخذ ال restoration of posterior teeth by composite. اكو main different points, main differences between preparation for amalgam و ال لما نحدد how to drill a posterior tooth to be restored with composite. أصل الدفرنس أنه الـ retention of composite هو ميكانيكا بينما يمكن أخذنا من الماتيريال تشتغل؟ لا خيار مال هانو كويس عندك؟ طلع لي فيها هذا الشيء طلع لي ايش عندك الريفولوشن الريفولوشن بين الستارت ورك شنو هو الريفولوشن بين الماتيريال اللي صار بالستارت ورك العالم اللي هو الاديشن يعني الادهيزن والسريشن يعني كانت اغلب الاسنان يتمندون فمي صدريتي يتمنون امنيه لانه هذه الريستريشن اللي خلوها انسايد البيلد تود انسايد الكافيتي تنزل يا ريت تنزل يعني مو احنا نسوي لها كافيتيشن الفكره انه انت لما تريد تحضر وول لايك ذس لانه شكل الكياريز هذا بالامالجام مضطر تسوي 5 درجات كونفرجنس صح ولا لا؟ مضطر تسوي 5 درجات كونفرجنس حتى الامالجام لا توقع هسه هذا الجزء اللي قصيته انت هذا ساوند لو كيريوس ساوند اذا هذا صار كاتينج اوف ساوند ستراكشر بس هو نسيسري صار هي الامالجام ليش نسيسري؟ لانه اذا ما سويناه توقع الريستوريشن لكن وقت تصير فول فيل بينما راوند وندر كتير في بس بينما لو كان هو هذا الحلم الثاني مو انه الحلم الاول الريستوريشن تنزل الحلم الثاني انه ما تنص اكثر من الدار اكثر من اللازم ما تقص بساوند تو ستراكشر بس حتى تروحي الحشو هذا تقدر ليش؟ لانه ماكو ريستوراتيف ماتيريال نيفر ايفر تعوض هذا المقص ابدا ماكو ماتيريال مواصفاتها توصل المواصفات الناشرال تو ستراكشر ف يعني حكيت لكم بانه رحله انتاج الكومبوزيت هي يعني هارد ترابل هارد ستار اول ما بدت تو بيست كان بيكم كاتاليست اند بيز ويجي دنتست يسوي لها ميكس بعدين يخليها انسايد وما عنده وركينج تايم محدد بالوركينج تايم لانه كاتاليست يسوي اكسلريشن السيتنج بعدين الى ان ظهر اللايت كيور من ظهر اللايت كيور مشاكل بالمواصفات الشيد سلكشن
polymerization shrinkage, compressive strength. قوة البوندينج اللي تمنعه من أن يصير displacement of restoration. مو بس هذا، قوة البوند اللي تمنعه أنه يصير micro leakage. لأن الأمالجام كل ما يفوت عليه وقت يصير corrosive product، يسد المسام الموجودة بين الانترفيس بين الريستريشن انتو ستراكشر. بينما الكومبوزيت ظهرت المشاكل هذه الاساسيه، انه هذا كافيتي وبداخله كومبوزيت، تيجي تخلي الكومبوزيت تخلي له لايت، راسا يتجه للمركز. ايش يسوي؟ متجه للمركز يعني معناه مبتعد عن الوولز. قوه البوند اللي بين التو ستراكشر والريستريشن اتسلف اللي صنعناها بالاسيد اتشنج والبوندينج حتى نسوي هايبريد لاير، هنا انامل هايبريد لاير وهنا دنتن هايبريد لاير. كل وحده لها تحدي، لها تحدي خاص. التحدي الاول انه انت لازم تسوي اي تريننج على ان تميز الانامل من الدنتن. انت سجيب لك مانيكان من هذا وتقص لي كل اكل نفس اللون، التكستشر مالته مختلف نهائيا عن تو ستراكشر لانه بلاستيك بالنهايه. فعينك بدات تتدرب على الناتشرال تو ستراكشر، شو وقت تعرف انه هذا ريلي انامل وهذا دنتل وهذا برايمري وسكندري دنتل وهذا ريباراتيف وهذا الانامل good enamel well calcified وهذا decalcified. شو الفكره؟ هذا crazy enamel يعني بي مايكرو كراكس يوريل ساوند. الكريزي enamel بي مايكرو كراكس لازم ابقي يفيدني لو لازم اقص. زين انا عرفت بالبدايه هذا كراك حتى اخذ هذا القرار. كل هذه بعدنا ما باقي، بعدنا ما بادي تشالنجز تواجهنا واحنا بعدنا ما بادي نسوي ريستريشن. كويستشنز اللي رادلها انسرز، الانسرز تجيب اي تريننج. لذلك انت لازم ما تقطع المانيكان، لازم تجيب ستراكشر وتسوي لها دراغ وتتفرج على تو ستراكشر الحقيقي. دنتن تتفرج على الانامو، تتفرج على الفيس انامو، كيريوس انامو، ديسكولر انامو، discolored dentin, soft caries, soft dentin, hard dentin, the brownish smooth, will light brownish smooth, will light brownish cotch, light brownish cotch dentin, will light brownish smooth dentin. What is the difference? حتى بالنهاية انت بيعلمت سويت دراما بالنام، سويت دراما بالنام، ايش وقت تقدر تقول انا كملت كابت؟ كملت كابت شنو؟ كابيتي ديزاين، كابيتي اوتلاين، كاريز ريموفر، ريال ديبلي سيتد كاريز ريموفر. هاو تو مانج ذس؟ لما يجي واحد يسالك انت كملت شغل؟ ها؟ لا والله شوي هنا اشيلها القصه بقيه. تسال نفسك البوند اللي راح تخلي الاسيد اتشنج والبوندنج هو نفس الباور نفس الفورس ويا الساوند دينامو ويا الكريزي دينامو ويا التشوكي دينامو؟ هو نفس الباور ويا الساوند دنتن ويا البرايمري ويا السكندري ويا التيرشري ويا الريباراتيف دنتن نفسه؟ ها؟ ويا البراونش دنتن ويا اللايت براونش؟ هذا البراونش دنتن شنو؟ شنو؟ كيريز؟ مو كيريز؟ يقبل؟ يشال؟ كل هذه عليها بيبرز ارتكلز وتغيرت اوفر ييرز. علاقة كل هذا الموضوع بالبين اللي هو شنو؟
البوست اوبراتيف بين. لما يجيك بيشنت يجيك بيشنت هو كولد كيس، عنده كلاس 1 بيت انتشار بيريز، عنده تجي تسوي له دريلينج الاحمر عليه بالغ هذه سمبل كيس كلاس 1 بالغ سمبل. وانا يوم من الايام قلت لكم اتعجب على واحد يقول لي جتني سمبل كيس حلم عندي. أنا ما شايف سمبل كيس بس بالحلم over 26 years، ما شايف ولا سمبل كيس بس بالحلم. استغرب يقول لي جتني واحد كلاس 1 ولا سمبل كيس. نيان كل سنة 11% من كل 100 كيس 11 كيس تتحول من لاتيكيور عادي هي اصلا كان لاتيكيور ريستريشنز الى عندهم من البين اللي تعانيه الناس. البوست اوف بين اللي هو كم كلاس 1 يروح لاهله يرجع الم ما يشرب شيء مي بارد يروح يطلع يقول له بعد اشرب مي بارد الدنيا شتي اشرب مي عادي اشرب مي عادي هم تصدق زين دكتور قلت ما اقدر اكل عليه ما اقدر اجلس عليه هي كلاس 1 يروح ألم يروح يمد بالمال يقول له ما بيش يروح على غيره عاد الغير واحد الغير واحد العصب لازم يسحب العصب أما هاي العصب وبعدين تقول له قلت لنا وين رويت لنا وين يوم من الايام تجي كيسز تقول لها ريت لو نابس ما يقول ناس معالجة جديدة وبيقول لكم هاي السنة تجمع الكيسز شوف ايش قد صارت 100 200 150 ها سوي شغله شوف ايش قد منها فلت وايش قد منها شارجو ها واذا شفتني في اليوم بشارع بيبني لقيت منها لقيت من 150 هلا لقيت شارج اسمع إذا سويتها عن بدون حتى بس تعرف هاي قيمة فلوس لما في فلوس شو معناها؟ شو بعدين الكافيتي ديزاين اخوان الكافيتي ديزاين سوينا دريلينج انترنس وبدينا باكل بالكومبوزيت احنا ما مضطرين نسوي فلات بطل فلو ما مضطرين نسوي كونفرجنت وولز ما مضطرين نسوي كونفرجنت وولز اوف ذا بوكس ما مضطرين نسوي دايفرجنس ان بروكسيمال دايركشن بس مضطرين نخلي المارجنز سموث نون تشيبي انا هاي خلتي ايش بدنا؟ ننشكي انهم شنو ننشكي انهم؟ يعني المارجن اوف ذا انامل هذه المارجن اوف ذا انامل هذا ما يصير يصير هيك لانه انت يا درجه بدك تخلي الماتيريال تحدي تحدي شنو هو؟ الادابتابلتي شنو الادابتابلتي؟ ان تكون الماتيريال في انتيميت كونتاكت وذ السيرفس اوف ذا وذ مارجن اوف ذا ها؟ هسه حتى نحصل خطوه انه نمنع المايكرو ليكج او نقلل المايكرو ليكج حتى نحصل خطوه آه
المفروض نسوي intimate contact at least. يعني well adapted restoration to the walls, to the models. Well adapted. تمام؟ حتى نعطي فرصة للـ adhesive effect of the bond حتى يعطينا maximum bonding with the two structure to resist microleakage later. فلازم عندنا احنا instruments, sufficient instruments اللي تصنع smoothness. اللي تصنع smooth walls وsmooth margins. زينب روحي على علي، علي كريم اللي الجهاز لايتك. ذكرني الهاند بيس مالتك تاخذها. Basically, شوف هذا الكومبوزيت A1 dented dark blue A1 dented shade 4 grams universal restorative of 3M. شوف هذا هم اي ون بس اي ون بودي بودي شيد 4 جرامز يونيفرسال ريستوراتيف اسم التجاري فلتك تريد مارك زد 350 اكس تي 3 ام جيرمانيز. منهم مكان يعطينا جهاز ضوئي؟ شوف هذا هم اي وان ما ادري شوفي اي واحد شوف قولي لهم جهاز دايتك يوري ايش مكتوب هنا اي وان انامل اللايت بلو وذاك ميديوم بلو واكو واحد دارك بلو كلهم اي وان هسه الاي قلنا تشير شنو احنا العام بالماتيريال والون لا الكروم والانامل بودي اوردينتين هو الفاي لأن الإنامل بودي أندنتين هو الأوباسيتي يعني هذا معتم أي وان معتم يعني يمتص اللايت ما يعبر لايت يمتص اللايت نسيتوه كله؟ بابا يعكس اللايت هذا احنا مو قلنا الترانسبيرنت يعبر كل اللايت ويصير بانكسار الترانسبيرنت مو قلنا العام مثل الجامع يعبر كل اللايت ويصير بانكسار لذلك نشوف ملامح الاشياء خلاله لو لا قلنا لو ما قلنا والترانسلوسنت
نصف شفاف شنو يعني؟ يعني يعبر نصف اللايت تقريبا، يعبر نصف اللايت ويصير سكاترينج، لذلك احنا نشوف الضوء من خلاله بس ما نشوف ملامح الاشياء كلها راح ضحمه بعد. والاوبيك المعتم شنو معتم؟ ابيض، هو هم ابيض هم ايوان هم وايت، يعني لايت يلوش وايت، لان اي وان اس يلوش وايت بس وان فيرست جريد، الهيو اي هو يلوش وايت بس الوان هو ذا لايتست لايت فاتح، يعني شلون عصير البرتقال الغامق من ندير عليه مي يصير فاتح بس هو بعده اورنج، ستيل برتقالي ستيل، صح ولا لا؟ فالاي هي الهيو، والوان هو الكرومو، والانامول اوردنتين اوبدي، هذا الفاليو اللي هي عمليه التع يعني رياكشن الماتيريال لللايت. لذلك هذا كله انت من تشتري تشتري وان باكج، تشتري لازم ايوان دنتل وبدي ينام، لانه السيستم زد 350 هو باليتو ليبيال لايرنج سيستم بالانتيرير تيف، باليتو ليبيال لايرنج سيستم، حتى الجزء المعتم الخلفي يحجب لنا الظلمه اللي موجوده ظلام الاورال كافيتي، حتى لا يطلع الحشوه بعدين مني يقوم تراري ظلامي راري، شلون الضوء راري؟ يصير رصاصي، لون الحشوه يصير جراي، لذلك احنا لازم نحجب هذه داركنس، وبعدين نخلي البادي اللي هو ميديوم ترانسلوسنسي، واخر شيء من هو الفضي ترانسلوسنسي؟ يعني اذا الحشوه احنا جبنا بس انامل وخليناها كلها انامل، ايش تطلع بالنهايه؟ تطلع بيضاء؟ مع العلم احنا اختارينا الشيد اي 1 مطابق للشيد مال المريض اي 1، وقلنا له لون سنك اي 1 وشوفناه السن اللي هو الشيد كلر مطابق، نجي نخليه كله انامل يخلص يقوم يطلع رصاص. يابا هو مو بيضاء، يعني هم كاتبين ابيض يا اخي، مو كاتبين ابيض اي 1، شلون طلعت رصاصي؟ هي ما رصاصي، الداركنس ده تعكس برا الظلمة بالاورال كافيتي لأخذ، بينما لو تخليها على ورقة بيها ما ترجع بيها، هي ما ترجع بيها كل شيء ما يصير بيها، بس انت الانعكاس تغير، السلوك البصري تغير، السلوك البصري للماتيريال. هسه هذه سكروينج نسوي لها، هذا نشوف البيست شو لوكس وايت، بيست بيست ماتيريال عجينه، ايش بيه هاي الماده؟ هسه هاي اللي اشيلها عباره عن شنو؟ بوليمر ماتريكس، يعني بوليمر ماتريكس يعني قلنا هاي اورجانيك، مو مثل ما اجيب قطعه بورسلين، قطعه بورسلين البورسلين بيها بوليمر، شنو يجيب لنا بوليمر؟ يعني هسه اذا اجيب جداحه اشعلها تفحل، ليش؟ لان كربون بيها، كربون وهيدروجين، فأنا أتعامل ويا هاي الماتيريال، أتعامل ويا على أنها رزن وبي فيلرز، الفيلرز كل ما كثر تحولت إلى عجينة، كل ما قل تحولت إلى سائل، لأن هي أصل البوليمر سائل يثخنون بالفيلر. هذا الموضوع المفروض انتهينا منه، بس حتى ما أنسى دائما أسوي ريفرشمنت للماتيريال اللي أشيله، مو اروح اقنع نفسي اقول للبيشنت والله اسوي لك حشوه سيراميك، اسوي لك حشوه سيراميك، اسوي لك حشوه سيراميك، اليوم ثاني يوم اقعد اسوي لك حشوه سيراميك، والله اروح والله سويت لك حشوه سيراميك، والله ايش قد حلوه الحشوه السيراميك، والله تفوت علي سنه سنتين بعد انسى، لان انا يعني سويت كل ما صدقته، سويت صنعت كذبه وصدقتها وانشرها بين الناس، سويت حشوه سيراميك ايش قد حلوه،
هذا بيها جلاس فيلرز، بيها كوارتز فيلرز. هسه الجلاس والكوارتز فيلر هو سيراميك؟ انا اسال هو سيراميك؟ هو سيراميك فور شور، شلون لا؟ هو سيليكا اس اي او 4 ماينس 4، بس مو هو مو كل الماتيريال. هو فيلر داخل الماتريكس، ليش خلوه هذا السيراميك بارتيكلز المطحون النانو او المايكرو او الهايبريد نانو اند مايكرو، ليش خلوه؟ حتى يقسون سطح البوليمر، لان البوليمر ويا الاحتكاك ويا الاسنان اللي مقابله ويا الايام ينحت يصير بيوير لو كان سطحه مو قاسي، فخلوه بس حتى يقسون سطح الاله. تدرون ليش انا اقول هو مثلا فرضا فنسبه منها 40% سيراميك و 60% بوليمر، ها؟ هسه كفرنا نقول سيراميك وهي بيها سيراميك، فنقول حشوة سيراميك. تعرفون ليش نقول؟ بينما الالي الفلسفات البورسلين او الايماكس اقول هاي حشوة سيراميك، اجيبها حشوة سيراميك اندايركت اقول المدى سويت الحشوة سيراميك وانزكي. ليش هاي ما اقول عليها وهي بيها سيراميك؟ شنو محبكيها يعني شنو ليش؟ وشنو يعني؟ لا مو هذا السبب، حتى اتذكر مواصفات البوليمر ديس ادفانتج مالته ديس ادفانتج، حتى تكنيكالي بالعياده اتعامل وياه بشكل يقلل الديس ادفانتج الى ادنى حد، يقلل الديس ادفانتج الى ادنى حد، لان انا ما ناسي انه بوليمر، هذا بوليمر ثاني، صح شكله وايت، صح شكله نايس، صح شكل، بس ما انسى انه هذا ما دام بوليمر اذا بيشرنكج. إذا البوند قوة البوند على الوال المفروض يصير أقوى من قوة البوليمرايزيشن شرينكج. قوة البوليمرايزيشن شرينكج اللي هي 7 ميجا باسكال، يعني الكومبوزيت خصوصا الكومبوزيت في البداية كان يلم نفسه 7 ميجا باسكال بقوة. البوند أول إنتاجه سوت شركات هذا البوند قدمتها للدينتست وبعدين شالتها كل المنتج وذبحتها بالسبل وخسرت. ليش؟ لان يعني الابحاث طلعت قوه البوند 3 الى 4 2 الى 4 2 الى 3 قالوا لهم يا ابي انتم البوليمرايزيشن شرينكج اكو هوايه اكو هواية تكنيكس راح ناخذ اكزامبل على واحدة منها اليوم. فاتت الخمس دقائق ما ترحين بعد؟ اللي هو عافية ولو يعني قلبك هذه الانسترومنت اسمها اوبترا سكالت اوف ايفو كلار اوبترا سكالت تتركب عليها ربر تيبس هذه الربر تيب سباتشيلا بها هنا هول وهذا ريتنتيف اند شوفوها مجنحه حتى تسوي ريتنشن ما توقع التيب وهذه دفع بس شوفها رابر سباتشولا هذه ديسبوزبل رابر سباتشولا تستخدمها الكيس هايجينيك بس مره واحده شلون ومن تريد بعدين تكمل كتبي سباتشولاز بي سيلندرز بي سفيرز دو بولز يعني وبي بيراميدز كل هذا الكت من يخلص شنو اللي يخلص منه بعدين اكو ريفلز تشتري بس تبس يعني الانسترومنت تبقى ليش؟ لان هاي الانسترومنت تدخل اوتو كلير. anyway هذا الربر سموير اكو هذه ايفو كلار اي ادري بالعكس بس هاي جاي ادور على شيء ثاني
هاي اوبترا سكالبت. اي فوكلار فيفادنت. هذا التيب الثاني بايراميد. سوي بيتس، سوي كاسب سلابس، وايضا ريموفابل. كود بي ريموفد اند ريبليسد اجين. واوتوكليفابل الانسترومنت، بس التيبس لا، داخلها اوتوكليف تتلف. خلاص ديسبوزبل مره واحده، المريض واحد وانتهى الموضوع. هذه يسموها ستام تكنيك، انه تاخذ ماتيريال خليها على الاوكلوزال سيرفيس، تجي تسوي لها ادابتيشن باي باكينج على الاوكلوزال سيرفيس. كيرو موجود لو ما خبره على اي حال الستامب انه هسه لازم نسوي لايت ابلكيشن حتى تصير سيت. ذاك الوقت اخذت لنا امبريشن او اندكس او ستامب بصمه لشكل تو ستراكشر الاوكلوزال سيرفيس، لان اخر ابحاث شافت بانه الهاندي كاربينج، يعني الهاندي دينتست اللي يسوون نايس كاربينجز، يعني تطلع غير مطابقه للاوكلوزال سيتويشن مهما كانت لوك نايس هذه الكاربينجز. ماكو شكل يتلائم ويا الاوكلوجن ويتلائم ويا التي ام جي موشن غير الشكل الاصلي، لذلك قالوا خلاص تاخذ ستامب للشكل الاناتومي الاوكلوزال اناتومي قبل لا تشتغل. تمام، تاخذ ستام للاوكلوزال اناتومي قبل لا تشتغل، حتى بعدين تخلي الفاينل لاير ترجع هذه الستام ترجع لك الشكل الاصلي، لان انت ايش ما تسوي كاربينج ما يطلع يعني بايوميكانيكلي تمام. اذا هذا كان السن محفور اخذ للسن كونترالاتا، يعني اشتغلت 6 هنا محفور ما تقدر تاخذ الاستام، اخذ استام. اه شكرا شكرا. تاخذ للكونترالاتا للليفت سايد او الرايت سايد اذا كان الانفولف توث هو الليفت، وتجي تجيب على السن مالتك وتعكسه قلبه، خلي الميجيال ديستال والديستال ميجيال. تمام؟ يعني البكر يصير لينجول واللينجول بكر، هو كونترالاترال، هو ميرور، كانه واحد يشوف نفسه بالمرايه، بس مجرد معكوس، هو نفس الانتر.
واذا لا اخذ السبب ما موجود هذا السنه. كل هذا افضل من ما انت تجي بايدك تسوي كارما. كل هذا افضل من ما انت تجي بايدك تسوي كارما. خلي عشان خلي مكان الشاشة أفصل؟ لا مكان الشاشة ها ما تقعد هاي ما تصير هاي ماكو نقطة ثانية؟ فصل الانجن شوية فصل الانجن شنية هسه تشوفون هسه تشوفين قليل لانه الفيلر هو اللي يقسي السيرفس ويزيد الوير ريزيستنس صار عنده مشكلتين بس ادفانتج بوحده اللي هي السيلف ليفلنج هاي التشيلز مالت البوليمر قالوا احنا هذه التشيلز مال البوليمر ليش يصير شرينكج؟ من نعطيها لايت تجي تطفر على بعضها تنزل فليش ما نخلي بينها موقفات حواجز حتى من تيجي تتصلب تلقي احد يوقفها مكانها يعني ما تطفر حتى تنزل الشيل الثاني يصير بينهم وسيط وسيط ثابت ما يصير شيء الوسيط هذا يسموه موديوليتر يعني صار عندنا بوليمر تشينز فلاس قليله وموديوليتر بس ستيل هو فلو ما زينا الفلات خلينا موديليترز تقلل البوليمرايزيشن شرينكج وتحافظ على السيلف ليفلنج اللي هو ناتج عن كونه فلو وبالتالي انا قللت ستريس واقدر اجيب احقن هنا واحقن لي جاي وبدون ما اضخها باله هو ياخذ شكل الكانت وانا ما اسوي سيتنج باللايت اجي اخر لاير هنا الفوق 1 ملم اسويها بكونفشن او كومبوزيت اللي قاسي كفايه حتى يقاوم او فيزا سيرفس قالوا احنا حتى نخفف اللود على الدنتست خلينا نسال نفسنا شنو سبب انه 2 ملم بس تاخذ لايت السبب انه اللايت بدا يوصل بنفس الشده الانتنسيتي مالته كل ما يدخل اعمق قل وشنو السبب؟ الاوباسيتي العتمه لان الماتيريال المعتم الاوبيك يعكس اللايت صح؟ بينما لو كان ترانسلوسنت كله يدخل لايت اكثر ولا لا؟ فراح يخلي الطبقات الاعمق تصير سيت اكثر صح؟ فقالوا خلينا نشيل الاوبيك ماتيريال الاوبيسيفاير ها؟ زين يا ابو هذا الفاليو راح يتغير وتصير جراي
حنصير جاي هي انسايد في البوستيريتي هي انسايد جوا يعني التشيد راح تاخذه بالفاينل لاير اللي هو كومبليشن كومبوزيت بس الانسايد لاير راح تصير هيدن فشالوا الاوبسيفاير قام اللايت يفوت اعمق بحيث حصلوا 4 مليمات عمق نجحت فش قالوا يابا هاي كلاود كومبوزيت راح اخليها بكبسوله خليه مسدس قال واحقنها انسايد هاي كانت احقنها 3 مليمتر هاي كابتي ما تك 4 مثلا احقن 3 مليمتر وعوفها 10 ثواني 10 ثواني يصير الاس اف دبل اخذ شكل الكابتي سويها سيت سويها سيتنج باللايت تصلب كلهم لان احنا شايلين لك اوبسيفاير فالمرايزيشن شريك قليل لانهم خلينا لك موديليترز وسيلف ليفلنج الفلوبل سمو سموه اس دي ار سمارت لينتن ريبليسمنت يعني استبدال الدينتن الذكي ليش؟ لان حتى الانمو The last enamel layer must be restored with conventional composite. لأنه الكمية الفيلر الموجودة بالفلوبول مو قاسية كفاية حتى تقاوم سيرفس وير. نشوف طبعا الفلوبل ب انواع ما بيها موديليترز والبوليمرايزي الشركه مالها عالي بلطينا هذا اشتغل الليد 20 ثانية بيزيكلي 20 ثانية أقول بيزيكلي نعرض اللايت نعرض لللايت خلي على الشحن بعد هسه أشوفكم شلون يشتغل بس خليه يشحن هذا اخذ شكل الجروفز والبيتس والفيشرز اوف ذا تو ستراكشر كاسب سلوبس كلينكس والله طونه واي كلينكس الطول
شيل الشحن بالله شوية. اي صوتكم والله صوت.
جاي بالمارجن تريمر كارفر اكو بروب من جاي بادوات تأكد أنه المارجنز ماتك سموث ونون تشيبي ما عندك أدابتر مال turbine hand piece in kit. اكو ستون بس هذا يتركب على ال hand piece التوربين hand ما يركب على هذا هذه الستون تاتش تسوي extreme smooth surface Extreme smooth margins, cable surface line angles, A chips, شيل هي أو تمر بالهاند instrument وتسوي هي extremely smooth. رجعي الشاحن عافية رجعي. هذا sectional band of Paladin V3 from the supply ceramic. هو already contoured special for composite. يعني ذاك الباند اللي يشتغل يتشكل على التوفل ماير ريتينر ما يشتغل هنا لان مستحيل يسوي لنا rehabilitation of contact. برغم ما سوى هذا الماني كان اصلا ما بي contact كان يعني مثل هاي spacer يعني spacings ماكو كونتاكت بس بيزيكلي في حال اكو كونتاكت must be rehabilitated by
سبيشال باند. أرقام هذا أكو 4.5 اللي هو هذا، شوف 5.5 بجنح هنا، يعني لو تقارن بالأربعة ونص شوف 5.5 سيرفايكال يمتد أكثر، كل ما عندك جنجايفال سيت أعمق، يعني أنت جنجايفال سيت 3 ليفلز، سوبرا جنجايفال، إكوي جنجايفال، سوبرا جنجايفال، إكوي جنجايفال أند سب جنجايفال. سب جنجايفال 6.5 جنح أكثر عمقا. هنا important point لازم نمر عليها، أنه أي كلاس 2 مرة قلت لكم بحث شاف بأنه استخدام الكومبوزيت يسوي non healthy interdental papilla أكثر من الأمالغام. بعدين الدسكشن قلت لكم تطلع ريزلت يسوي لها statistic. الحكي بالبداية من تكتبه بالبحث the view of literature تجيبه ناس اشتغلت قبلك اشتغلت بهذا الموضوع ايش لقيت، بعدين التجربة مالتك يسموها material and method اللي هو شغلك انت. هسه بالMSC ماخذ الجزء من شغل غيرك ومطوره، وبالPhD وشغلك المفروض ماله مثلين، يعني ما حد مسوي له بالدكتور. بالنهاية هو material and method، يعني المواد والطريقة اللي اشتغلت فيها الاكسبيرينس، ها؟ هاي التجربة الاكسبيرينس وراها تطلع لها ريزلت نتائج. النتائج تسوي لها احصاءات، الاحصاءات هذه ارقام، ها؟ نسب. وراها تكتب discussion. discussion شنو؟ انت تفسر النتائج، يعني التفسير انت تجيب معتمد على scientific readings. شنو البيزك scientific readings؟ سوي لها processing تفسر. فالكلاس 2 هذا جنجايفال سيت، وهذا بومبون فلور اخوان، وهذا القبل ليفل، ها هذه الانتردنتال بابيلا، هنا جواها بون، وهذا السن هنا يكمل تمام. وهذا يرتبط بيه بهميديز موسون جنجايفال مارجن، هاي انتردنتال بابيلا، هذا اكوي جنجايفال، يعني التب مالت الانتردنتال بابيلا وذ ليفل اوف الجنجايفال سيت، سو ات از ايكوال تو ذا ليفل اوف سو اكوي فروم. هذا هنا صار في الجنجايفال سيت مالتك سوبر. هنا جنجايفال سيت صار سار، فصار عندك 3 ليفلز، سوبرا جنجايفال فينيشينج لاين، اكوي جنجايفال فينيشينج لاين، اند سب جنجايفال فينيشينج. كل ما تدخل اعمق الصعوبه تزيد، لان في شيء اكو اسمه كريبيكولر فلويد، سيرفايكال فلويد، سيرفايكال اوف وات؟ سيرفكس اوف وات؟ سيرفايكال كمز فروم وات؟ نيك. وش نيك؟ ها؟ شنو؟ اي شنو؟ وش نيك؟ مو وات ذا مينينج اوف نيك؟ يعني اي عضو؟ ها؟ يعني عضو بروديسر التوث اتسلف، النيك اوف ذا توث. سو ذيس از ذا سيرفكس اوف ذا توث هو عضو سن. هذا السيرفايكال فلويد هو السائل النسيجي اللي يطرح من الجنب من الجنجل اللي هو شيء غير السلايفة. السلايفة من تجي؟ سليبر جلاندز، داكتس، فتحات، صوب سلايفة،
السيرفايكال فلويد هو الديش فلويد. ها؟ شنو الديش فلويد؟ هسا لما واحد يشتري لحم، يشتري لحم بيجي يخليه على الصينية مي، مي ورد مع العلم وهذا مو مندل، لأن البلاط أثناء الذبح كله خلاص طلع، بس هذا السائل النسيجي اللي هو في الكونسبت اللي مطلوب من عرض تيشو فلويد. هسه تيشو فلويد موجود بالمصل، موجود بالفيليار سيلز، بالفيليار تيشو، هذا اللي بغطي الجام كونتاكت تيشو، تيشو فلويد. السائل النسيجي هذا نيوترال انجلد برستراتي انت لما تنزل السلايد تسوي لها ايزوليشن whatever it is يجيب فلويد ثاني من الانسجه، اخوان يجيك فلويد ثاني من الانسجه، هنا يجيك فلويد من الجام، you have to control it. هسه الجام هذه blood supply لها وجوابها نكتب تيشو، ممكن يصير بها بليدنج ولا ما يصير، ممكن تجيب بلود ممكن تجيب تيشو فلويد صح؟ وهذا البلود والتيشو فلويد هو عدو للبوليمر، لان البوليمر هايدرو فوبيك، يعني المي يخرب الاول والثاني. هسه المي من الجان بروتين سلايفه ووتر اي ليكويد يخربنا الاول، فعزل السلايفه الايزوليشن اوف سلايفه مو معناها احنا ما راح نواجه الكلوفه، لذلك الايزوليشن بس شيء اسينشال برستراتيف. يبقى شنو؟ ميكانيكي الباند اللي نخليه هنا، الباند كل ما كان سوبرا جنجايبال يظهر البليسمنت اوف باند اسهل، اكوي جنجايبال بيتر، سب جنجايبال هسه هذا الجام بايو اتاك، اكو ثن جنجايبال بايو اتاك واكو ثيك جنجايبال بايو اتاك. شنو ثن جنجايبال بايو اتاك؟ يعني الكونكتيف تيشو البيه مو دنس داخلي، ها؟ مو دنس، كثافة الكونكتيف تيشو سمك الكونكتيف تيشو اللي هو سب لاينينج، سب لاينينج بينما اذا كان دنس الكونكتيف تيشو عالي تصير الجام شنو؟ تصير جنها ربش قوية أو لذلك هذا الباند كونه 0.3 ملم انفكتوج صح ولا لا؟ فلازم يصير يجوز ريجيد انف، يعني ريجيدتي شنو؟ كفاية بحيث يقدر يمر. فأكو سكشنال باندز غيرها سموها لفت رجلتي ترهم بمساعد غيرها. هسا شو اتفقنا على شو اسمه الباند؟ سكشنال باند، سكشنال بري كونتور باند، مو مثل توفل ماير باند ولا البرفوريتد باند ما ادري من طلع لنا اياها لا ويا ايفوك لا ايفري نمبر 1 هذا سكشنال باند خاص بالكونتاكت وله اشكال وانواع مو بس هذا تشوفوه هو هاي النهايه يعني هذا معناه كل شيء زين هذا توزع لنفس السيستم فالو ذا جي 3 تويزر هذا من الضغطه ينفتح بالعكس عكس الدنتال تويزر مال فحص او اللي نسوي بيك اب بالاشياء لما تضغط التويزر ينفتح وبي هنا هم عكس ذاك بن والبن تقابله فتحه تفوت بيه هاي الحلقه
هسه انا بدون ما اضغط شيء هو لازمه حتى لا يصير ستريس على ايدي بالمناطق الليمتد ماوث اوبننج المناطق البعيده. هسه من لزمتها هيك انا اقدر اخليها ديستال، اذا ميجي اللي ما اقدر اخليها لازم اعكسه. من ناصير انترفيرنس ويا التانك اقدر ابدل المكان هيك الزمها. كونه ربر فسوينا له ريفلكشن بالبروب حتى يفوت بالقام. لا لازم نفهم الميكانيزم اللي نسوي بيها كونتاكت ريهابيليتيشن. هناك سوينا الباند سوينا له بيرنشنج لازم حتى نسوي كير. بعدين لما سوينا كوندنسيشن للفيرست لاير سيرفايكال للامالغام كان الباند الريتينر تايت لو لوز. ها الباند الريتينر كان تايت فولي تايت لو لوز كان لوز من سوينا كوندنسيشن ذاك اليوم. من سوينا كوندنسيشن كان الريتينر تايت. ليش؟ احنا قدر الامكان نساعد بانه نساعد الباند ان ما يعبر امالغام ويا الوجه بيرفكت وجه نساعده بهاي المنطقة اللي هي heaviness of metal أثناء الكوندنسيشن موجود. بعدين وصلنا ميدل ثيرد فتحناه ربع فرة النوبل كبيرة فتحناها كاونتر كلوك وايز ربع فرة حتى الباند المقوس اللي مسوي له برنشنج احنا ينتجي على الجسد مو ناسيها ان شاء الله كلها ان شاء الله. بعدين سوينا كوندنسيشن ميدل ثيرد و اوكلوزال لنث وجبنا بروب ومرينا بين الامالغام حتى نسوي اوكلوزال امبريجر. هسه الكوندنسيشن بالكوندنسر بالامالغام كان تجاه الوالز وبعد اوبليكلي تجاه الوالز وبعد تجاه الباند. فاحنا الكوندنسيشن تجاه الباند والبرنشنج اللي سويناه والفتحه بالميدل ثيرد هي هاي اللي صنعت لنا ها كونتاكت. هنا سكشنال باند هو بري كونتور نسوي له ويجنج. حتى نمنع هم الاوفر هانج. سيرفايكالي نسوي بريشر على الانتردنتال بابيلا ندفع وجه. طبعا هذا الوجه هم بهاي الفتحه حتى يلزم بالالتزام. تشيك عندك هنا وانترفيرنس تقدر بالالتزام. سيستم يعني كوينسايد ويز ايتش اذر نفس السيستم. يبقى هسه هذا شافوا بانه وجود الباند وكونتورد وهذا ما ينطيني sufficiently heavy contact فلازم اكو فكره. الفكره شنو؟ انه هذا السن اللي بصفه هنا موجود نريد نسوي كونتاكت. احنا السن هنا بصفه ولهم روتس والروتس الى بريودونتال. هنا سلطنا ضغط. وين ضغط؟ بين السنين يعني هذا سن وهذا سن بصفه وسلطنا ضغط هنا بين السنين بكالي اند لينجوال بريشر فت سيف بريشر.
شلون يصير سيف اذا كان متوازن؟ يعني الضغط فكري قد اللينجوال، يعني اكتف سايد وريسبروكيتنج سايد، الضغط بيناتها بالامبريجر اير، وهم كل واحد عنده كوشن هنا قاعد على كوشن اللي هو الاردن. الضغط هذا شو راح يخليهم؟ الاسنان واحد يروح ميشيم واحد يروح يسلم، يعني نعطيهم دفع. هسه هذا السكشن الضغط وجود الكونتور والدفعه تعوض فقدان الهيفينس مالت الماتيريال، لأن الكومبوزيت لايت مو مثل الأمونيوم هايدرو نقدر نسوي له كوندنسيشن، مجرد نسوي له ادابتيشن وباتي. بعدين من نشيل هذا الضغط ورا بنكمل الريستوريشن يرجع، يعني هيجي صار كملنا الريستوريشن رجعوا، ومن رجعوا صارت الكونتاكت لايت. الفكر هي ايضا فالودن في 3 سيستم. بيها في شيب نوتشز، هذا الفي شيب نوتش مكان الوجه، يعني انا اذا خليت الرينج اقدر اخلي الوجه ورا ما اخلي الرينج. ليش؟ لان الها بيت، لو كانت هاي كامل المثلث الوجه ما له مكان بعد ما يدخل، just to confine wedge. وسووا لها فورسة followed and be three forces. هذه تقدر توقفك ستوبر، ولما تضغطها تفتح، شفتوها هاي انتو من ترجعها، وبها هنا لسانيا تسوي ضغط على الرينج. هاي النوتشز الرينج بمرور الوقت تفقد الباور، السبرينج باور. ها فانت شو تقوم تسوي؟ مخلي لك هاي النوتشز، هاي الماتيريال مال الرينج تخليها هنا، وتقعد شو تسوي؟ هيك تسوي لها تدريب، تسوي لها تريننج، تسوي لها اكتيفيشن يسموه. من تقعد هيك تسوي لها ترجع الباور، سبرينج باور بيها، قوه الضغط ترجع بالماتيريال. لا تشتغل بيها، تسوي لها شويه اكتيفيشن حتى ترجع قوه الباور بعد الاستخدامات، قدرتها على الضغط ترجع طبيعيه. هاي اذا خليتها هيجي بعد ما اقدر اشتغل، فلازم وين اخليها؟ ديستال. الرينج لازم تصير تروح ديستال، لان اذا خليتها فوق السن هنا بعد ما اقدر اخلي الحشوه. ادفعها فتحت، لازم اتجنب الباند، لانه اذا ضربت الباند ينعوج. هذا مكانه، حتى لو كان برا إلى مكان.
بيتزا بالفان فور شور. بس شغلها الأساسي شنو؟ هي تسليط الضغط حتى تسوي بالضبط. طبعاً كون أنه هو أصلاً سبيسينج موجود بين الأسنان يعني هو المفروض أنه أكو كونتاكت حتى نسوي ريهابيليتيشن أوف كونتاكت فشور، بس هي ذاك ماكو كونتاكت. برغم هذا هسه لو تشوف الباند صار in contact with the adjacent برغم أنه بعيد، يعني بعيد أبعد من الطبيعي، بس قوة هذا الرينج وإضافة إلى الكونتورينج خلتنا نحصل شان. إيه ماكو رتينر هنا بعد، هو هذا الرتينر، هو الرينج هو رتينر. هذا السوبر إتش هو فوسفوريك أسيد 37%. From SDI, itch and gel. So this itching material, phosphoric acid, 37%. Screw nozzle. وهذا النوزل ينشد. Disposable nozzle لازم تستخدم. راح نستخدم تكنيك يسموها selective itching technique. الجل يتخلى بس على الانامول احد يحسب لنا 30 ثانية ما حسبتوا؟ ثلاثين ثانية يبقى الجل على الإنامو الأسيد إتشينج. غسل لمدة أتليست 30 ثانية بعد ووتر حتى ما يبقى اي ريمينانس للاسيد، لان الريمينانس اوف اسيد اللي تبقى تاكل بالسن، وحده من اسباب البوست اوبراتيف سنسيتيفيتي. حامض هذا يبقى ياكل بالسن ويسوي بالب اريتيشن اذا خليته اجينست دينتين بالتوتال ريتش خصوصا. لازم نسوي دراينس بالاير، نجيب بالهواء وننشف. الدروبس لازم كلها تروح بس يبقى مويست، بس ماكو دروبس. عفوا يبقى ويت، مجرد رطوبة بسيطة.
لا ما نشف بالمايكرو براش بس احنا عود هسه عندنا احسن وننفخ بيه هيك نشف عود على اساس نشف بيه شلون قبل نجيب اوراق ونقصقصها عود فلوس ونشتري والطماطم حصل اوكي يعني بالاير بالاير سرنج نسوي نسوي لها ريموفال بالاير سرنج بس هنا لان ما عندنا اير سرنج لهاي ماكو داعي له هذا حكي بيه هوايه على اي حال احنا هسه هذا التكنيك المتاح يعني حتى تشوفوه بعدين نحكي عن الابحاث بهالخصوص وين شنو السبب تغيرت الامور ووصلت قرر بيها هذا single bond universal from 3M هذا fifth generation acidic prime plus bond in one bottle acidic prime plus bond هسه احنا راح نستخدمه نخليه على dental rubbing والانامل اللي سوينا له etching كل dental and enamel لازم كل شيء معزول يعني لا تجي لان هذه separating medium راح تعزل البوند من التو ستراكشر لازم everything is dry كافي علينا المويستشر اللي تجي من الدنتن itself اللي هو الدنتينال فلويد وهاي قصه ثانيه خلينا 40 ثانيه لايت 20 ورا 20 طبعا قبل اللايت لازم فور شور نجيب الاير سرنج ونقعد نسوي ريموفال ثينينج لل بوند حتى لا يصير شنو بولينج وحتى لا تبقى دروب يعني بوند بقت هنا بالمارجن وصارت سيت هنا مثلا بقت دروب واجا فوقها الكومبوزيت بالبدايه بين كانه ماكو شيء بس بعدين يصير الهرزوبشن تصير جاب وتصير سكندري كيريز او تصير سورس اوف بين فيلر ناتج عن يعني مايكرو ليكج واضح والبيشنت يظل سفرين يلا خلينا اخوان هذا البوند هذا البوند هو الفيفث جنريشن هسه هاي شنو مش مكتوب صوري ها يا رب ما شاحن هذا شو ليش عشرين ثانية بعد هاي قصة البروكسيمال سيرفس خلصت تكون شيل الرينج
شيل الباند شلنا بريزيستنس معناها still aku space لأنه هذا space could not be rehabilitated original بس الكونتور الكيرف excellent بس 40 ثانية recommendation مال الكيورينج مال تاد 20 ثانية للثلاثة ونص مليم هذا شيدد A2 واكو كبسولة التب مالها حمراء A3 واكو كبسولة التب مالها وردية A1 هذا اليونيفرسال اللي هو SDRU التب مات النوزل تتخلى بالمنطقة الأعمق البعيدة سوي فوكس دوسي عليها تبدي نحقن لا ايه يلا يلا على السن دوسي بس بعش الثاني حبابي لا سحبي رجعي لي ورا ها تمام هاي يحقن فلو لايك كومبوزيت اللي هو اس دي ار هو هذا البي الموديليترز وبي اهم شيء من نحقن النوزل يبقى انسايد ذا ماس ما يطلع برا من تشيل النوزل اوتسايد وترجع راح شو يسوي يدخل لك بابلز اير فويدز يسوي هواء يدخل ويتلف الماس ما يصير تطلع وترجع انت داخل تحقن بعدين تسحب ايدك والسلام وتتركه 10 seconds for self leveling خلاص من صار self leveling سوي له curing ورا 10 ثواني اكو تكنيك سوي له curing لا سوي له كامل اكو تكنيك يسموها slow blow slow blow تستخدم ويا الاس دي ار يفرض الكومبوزيت هسه راح نسويها قدامكم